صباح على حضراتكم مرة تانية. دلوقتي هنروح نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم افتتاح 3 معارض جديدة لأهلا رمضان بمحافظة الجيزة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات بتصل ل 30%، وده ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم قبل حلول شهر رمضان المبارك. النهاردة هينطلق العرض المسرحي بعد آخر رصاصة من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح الساعة 8 بالليل على مسرح الغد بالعجوزة، وده العرض الثالث ضمن سلسلة العروض اللي تم الإعلان عنها في بداية العام تحت شعار 2023 عام جديد ومسرح جديد. النهاردة هينطلق معرض المومياوات الفرعونية بمتحف مانشستر في بريطانيا، بيضم مجموعة من المومياوات المصرية اللي بتعود للعصر الروماني بالإضافة إلى مومياوات من مراحل مختلفة في مصر القديمة.